بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة مكملين في الـ Complications of the CKD. احنا خلصنا الأنيميا على تقريبا محاضرتين. النهاردة ناخد الـ Complications التانية اللي هي CKD MPD، تقريبا يمكن نخلصها على محاضرتين إن شاء الله. CKD هو Chronic Kidney Disease، و MPD اللي هو Mineral and Bone Disorders. يبقى من الاسم كده احنا عندنا Disorders في المينرالز وفي البون Secondary to CKD. التوبيك ده زمان ما كانش اسمه كده، كان اسمه رينال اوستيودستروفي، لكن بعد كده لقينا الموضوع برودر شويه فبيشمل حاجات تانية غير رينال اوستيودستروفي زي ما هنشوف كمان شويه. الديفينيشن اوف سي كي دي ام بي دي ان احنا بنلاقي وان اور مور اوف ذا فولوينج 3 كومبوننتس. بيكون عندنا لاب ابنورماليتيز، يا اما ابنورماليتيز في البون، يا اما بيكون في عندي كالسيفيكيشنز. لو لقينا واحد من الثلاثة أو أكتر يبقى إحنا هنشخص CKD MPD. اللابوراتوري أبنورماليتيز هنا بيكون حاجة يا إما كالسيوم يا فوسفورس يا PTH يا فيتامين دي، وبالنسبة للبون بتكون حاجة في التيرن أوفر يا الفوليوم يا المينراليزيشن يا اللينث أو السترينث أوف ذا بون، والتالت حاجة إن بيحصل كالسيفيكيشن يا إما فاسكولار في البلاد فيسلز يا إما في السوفت تيشوز. لو قلنا واحد زي ما قلنا من ثلاثة دولت أو أكتر يبقى شخصنا CKD، وده الإجمالي. وبعدين دلوقتي هنبتدي نتكلم في تفاصيل كل حاجة فيها. بداية احنا هنبتدي نتكلم على شوية فيسيولوجي كده عشان نعرف ايه اللي بيحصل في CKD MPD. أول حاجة هنبتدي نتكلم على الفيتامين دي. الفيتامين دي هو بيكون موجود في الدايت على حاجة اسمها كولي كالسيفرول. كل كالسيفرول ده بيجي من الدايت او بيجي من السكن لما بيتعرض للالترا فايلوت ريز، بيتحول الى ايه؟ الى حاجه اسمها هيدروكسي كولي كالسيفرول، او بيسموها 25 هيدروكسي فيتامين دي. يعني ايه؟ يعني هو بياخد هيدروكسيل جروب عند بوزيشن 25 في تركيبه الفيتامين دي. خلاص، بعد كده بيروح في الكيدني بتطلع حاجة اسمها 1-ألفا هيدروكسيليز. كويس؟ الـ 1-ألفا هيدروكسيليز ده بيخلي الفيتامين دي ياخد another hydroxyl group عند position 1. يبقى هو خد الأول عند position 25، هياخد كمان عند position 1، ويبقى يرمي لي حاجة اسمها 1-25-dihydroxyvitamin D. خلاص؟ دوت ليه اسم تاني بيسموها كالسيتريول. يبقى ده الفورم ده هو الاكتيف فيتامين دي اللي هيدي المانيفست او يدي الاكشن بتاعه. يبقى انا عندي كولي كالسيفرول ده النيتف اللي بيجي من الدايت او من السكن بعد ما اتعرض للالترا فايلت لايتس، ياخد الفيرست هيدروكسيل جروب عند بوزيشن 25، وبعدين الكيدني تطلع انزيم اسمه 1-ألفا هيدروكسيليز عشان يديني انذر هيدروكسيل جروب عند بوزيشن 1، فيبقى عندي 1-25 داي هيدروكسي كولي كالسيفرول او ليه اسم تاني اللي هو كالسيتريول، وده الاكتيف فيتامين دي اللي هو بيدي الاكشن بتاع الفيتامين دي. طيب الفيتامين دي بيعمل ايه بقى؟ بيتقسم او الفانكشنز بتاعته او الاكشن ليه حاجه اسمها كلاسيكال ونون كلاسيكال رول. الكلاسيكال ايه؟ بيشتغل اول حاجه على الجي اي تي، فايه؟ فيزود الكالسيوم والفوسفورس ابزوربشن من الجي اي تي. الحاجه الثانيه ان هو بيشتغل على الباراثيرويد جلاند، فبيعمل انهبيشن للباراثيرويد من خلال ان في حاجه اسمها فيتامين دي ريسبتورز. الحاجه الثالثه ان هو بيشتغل على الكيدني فيزود برضو الابزوربشن اوف ذا كالسيوم وابزوربشن اوف فوسفور. خلاص، ده اللي بنقول عليهم الكلاسيكال رول اوف فيتامين دي. النون كلاسيكال بيبقى ليه حاجات ثانيه بقى، اللي ليه رول في السيل بروليفريشن and differentiation، ليه رول في الاميونيتي والميتابوليزم وغلافه. فبالتالي ده الكلاسيكال وده النون كلاسيكال رول. فالكلاسيكال انه بيزود الابزوربشن اوف كالسيوم وفوسفورس من الجي اي تي، بيعمل سبريشن للبي تي اتش عن طريق
فيتامين دي ريسبتورز موجوده في الباراثيرويد جلاند، وبيزود الكالسيوم والفوسفورس ابزوربشن ري ابزوربشن من الكدني. وبالتالي هو الفيتامين دي هو في الاخر اجماليا كده هو بيزود الكالسيوم ويزود الفوسفور. وكمان ليه نون كلاسيكال رول احنا مش بنقيسها، لكن ليه مهم رول في السيل ديفرنشيشن اند بروليفريشن، في الميتابوليزم، في السيل ممبرين انتاكت او انتجريتي، في الاميونيتي. وعشان كده لقوا بعض الناس اللي هم عندهم نقص في الفيتامين دي بيجي لهم بمعرضين لسورايسز، لبعض انواع الكانسرز، معرضين لهايبرتنشن او حتى دايابيتس اللي عندهم نقص في فيتامين دي. فده كده ايه الاكشن اوف فيتامين دي. طيب ايه اللي هيحصل بقى في السي كي دي بالنسبه للفيتامين دي؟ لما بيحصل سي كي دي ويقل وفي بروجريشن، كل ما يحصل بروجريشن كل ما يقل البرودكشن اوف 1 الفا هيدروكسيليز، وبالتالي هيقل الاكتيفيشن اوف فيتامين دي. تمام؟ فما يقل الاكتيفيشن اوف فيتامين دي هيبقى ال 125 هيدروكس فيتامين دي لو، وبالتالي هيقل الاكشن بتاعه، وبالتالي هيقل الكالسيوم ابزوربشن والفوسفورس ابزوربشن من الجي اي تي. مش هيقدر، يبقى العين هيخش في هايبوكالسيميا ومش هيقدر يعمل سبريشن للبي تي اتش، فبالتالي البي تي اتش هيبتدي يعلى ويبتدي يحصل سيكندري هايبر بارا ثايرويدزم. هنتكلم بقى دلوقتي على الاكشن اوف ذا بي تي اتش. الباراثيرويد هرمون ده بيخرج من الباراثيرويد جلاندز. احنا غالبا تيبيكالي عندنا فور جلاندز موجوده امبيدد في الباك اوف ذا ثايرويد جلاند، لكن احيانا بيبقى ليها اكتوبيك سورسز. البي تي اتش بيبتدي يطلع يشتغل على تارجت اورجانز معينه هي الكيدني، فيبتدي يزود الري ابزوربشن اوف كالسيوم ويزود الاكسكريشن اوف فوسفور. يبقى انا دلوقتي كده ده بيزود الكالسيوم ري ابزوربشن ويزود الاكسكريشن اوف ذا فوسفورس. يبقى هو دايما فوسفاتوريك، ليه فوسفاتوريك افكت. الحاجه الثانيه في البون بيبتدي يزود الريزوربشن اوف ذا كالسيوم من البون، وبالتالي هنا بيزود ايه الكالسيوم ريليس من البون. احنا عندنا البون هو المين ريزرفوار اوف كالسيوم اند فوسفورس في البودي. يعني احنا عندنا الكالسيوم اللي في البون موجود، حوالي 99% من الكالسيوم موجود في البون، ولو وزنه بيطلع حوالي 1 كيلوغرام. الحاجه الثالثه ان هو بيساعد الفيتامين دي ان هو يزود الكالسيوم ابزوربشن والفوسفور ابزوربشن من الجي اي تي. يبقى هو هنا بيساعد الفيتامين دي. يبقى التالي البي تي اتش اجماليا كده بيعمل ايه؟ بيزود الكالسيوم ويقلل الفوسفور. ده بالنسبه لي البي تي اتش. يبقى انا دلوقتي ما اجي الخص المشكله بتاعت السي كي دي، ايه اللي حصل في السي كي دي بالنسبه للمينرالز؟ رقم واحد ان احنا قل عندنا الاكتيفيشن اوف فيتامين دي عشان قلل 1 الفا هيدروكسيليز، فهيقل الاكتيف فيتامين دي خلاص اللي هو الكالسيترول او ال 125 داي هيدروكسيكوليكالسيفرول هيقل. طيب لما قل الفيتامين دي هيحصل ايه؟ هيقل الابزوربشن اوف ذا كالسيوم من الجي اي تي، يبقى الكالسيوم هيبقى عندي هايبوكالسيميا. ايه كمان بيحصل؟ الكيدني نفسها وهي ديزيزد مش قادره تعمل اكسكريشن للفوسفور اللي كان موجود، يبقى هيحصل ايه؟ هايبر فوسفاتيميا. يبقى دول الثلاث حاجات اللي بيحصلوا. طيب دلوقتي لما يقل الفيتامين دي، الفيتامين دي كان ليه ريسبتورز على الباراثيرويد جلاند عشان يبتدي يمسك فيها ويعمل سبريشن للبي تي اتش، فهو دلوقتي قليل فما بيقدرش يعمل سبريشن للبي تي اتش، فهيؤدي الى ايه؟ انه هيزيد البي تي اتش هرمون، هيبتدي يزيد. يبقى ده الفيتامين دي اول حاجه هيبتدي يزود البي تي اتش. طيب الهايبوكالسيميا هتعمل ايه كمان؟ قال لك الهايبوكالسيميا الكالسيوم ليه سنسورز برضه، كالسيوم سنسنج ريسبتورز موجوده في الباراثيرويد جلاند، فلما يحصل هايبوكالسيميا هتبتدي ستيموليت الباراثيرويد هرمون عشان يطلع عشان يزود الكالسيوم ريليس من البون ومن الجي اي تي ومن الكدني. يبقى الهايبوكالسيميا كمان هتؤدي الى انكريز في البي تي اتش. الحاجه الثالثه الهايبر فوسفاتيميا، برضو البي تي اتش كان بيعمل ايه؟ بيعمل زود الاكسكريشن اوف فوسفيت في اليورين، فلما يحصل هايبر فوسفاتيميا ده ستيموليت الباراثيرويد عشان يطلع بي تي اتش كتير عشان يزود الاكسكريشن من الكدني، فبالتالي الهايبر فوسفاتيميا كمان ستيموليت البي تي اتش. يبقى كل الثلاث فاكتورز دول هيؤدي الى سكندري هايبر باراثيرويدزم، بس بيسموه كده سكندري هايبر باراثيرويدزم.
ده هيختلف على البرايمري. البرايمري هي المشكله في الباراثيرويد جلاند نفسها، هي اللي بتطلع السكريشن من نفسها، لكن هنا لا، ده هو سكندري للكيدني ديزيز، فيحصل سكندري هايبر باراثيرويديزم عشان بيحاول ان هو يصلح الفاكتورز ديت. طيب لو احنا سيبنا البيشنت ده من غير ما نعمل له ريبليسمنت ثيرابي ونبتدي نصلح الفاكتورز ده ديت، هيبتدي يحصل ايه؟ ان البيشنت الباراثيرويد هتنها سكريشن بكميه كبيره، لغايه لما فيجي في وقت هيبتبقى اوتونومس سكريشنز، هيقل الكالسيوم والفيتامين دي ريسبتورز اللي موجوده فيها، وبتدي هتطلع هي لوحدها البي تي اتش، مش مستنيه اي ستيموليشن من دي. حتى لو جينا بعد كده ندي تريتمنت مش هتستجيب، ففي الحاله دي بنسميها تيرشري هايبر باراثيرويدزم، عشان بس نفرق ما بينها وبين السكندري والبرايمري. يبقى البرايمري دي مشكله في الباراثيرويد جلاند نفسها، السكندري ده مشكله حصلت من الكيدني، والترشي لا دي حاجه سكندري وتنو بيرزيستنت وما خدش تريتمنت فتحول الى ترشري. هنتكلم بقى على حاجه كمان جديده اسمها اف جي اف 23 اللي هو فايبروبلاست جروث فاكتور 23. ايه الاف جي اف 23؟ ده فاكتور بيبتدي يطلع من البون نفسها، بيطلع من الاوستيوبلاست وبيطلع من الاوستيوسايتس في البون. بيعمل ايه؟ ليه فوسفاتوريك افكت، يعني يزود الفوسفيت اكسكريشن في الكيدني، وبالتالي دي مشكله بتقابلنا في الناس اللي عندهم سي كي دي، ان الكيدني مش قادر تعمل اكسكريشن فوسفيت، فبيبتدي يطلع الاف جي اف 23 عشان يبتدي يدي يزود الاكسكريشن اوف فوسفيت. لكن مشكله الاف جي اف ان هو بيحتاج كو ريسبتورز اسمه كلوثو. الكلوثو ده بيطلع من الكيدني عشان يساعده يدي ايه؟ الفوسفاتوريك افكت. لكن المشكله ان احنا برضو نفس الشيء لما الكيدني بتبقى ديزيزد ويحصل بروجريشن، الكلوثو سكريشن هيبتدي يقل، فبالتالي مش هيقدر يعمل مساعده هنا للاف جي اف عشان يبتدي يعمل ان هو يبتدي يقلل الفوسفور، وبالتالي هو مش هيقدر يقلل الفوسفور لكن هيبتدي يزيد في البيشنتس دول. طب الاف اتش الاف جي اف 23 ليه؟ لقوا ليه كارديو توكسيك افكت، يعني ايه؟ لقوا ان هو بيزود الفايبروزس في الهارت، وبالتالي كمان معرض البيشنز دول يجي لهم كارديو فاسكولار ديزيز والمورتاليتي بتكون فيهم اعلى، فدي مشكله عندي هنا لانه هيتنوا يزيد لكن ملوش افكت عشان مفيش كلوثو. يبقى احنا كده في السي كي دي بنلاقي بيحصل عندنا ايه؟ انه بنلاقي انه البي تي اتش بيكون عالي، وكمان عندنا الاف جي اف 23 بيكون عالي، وفي المقابل هيكون عندنا الاكتيف فيتامين دي هيكون قليل، وهيكون عندنا كمان الكلوثو هيكون قليل. دي كده المحصله. البي تي اتش والاف جي اف 23 بيبتدوا ايرلي في الديزيز، يعني يبتدوا في الايرلي في السي كي دي يبتدوا يعلوا، لكن الافكت بقى كهايبر فوسفاتيميا ده بيكون ليت شويه، غالبا يجي في ستيج 4 و5، ونفس الشيء الهايبوكالسيميا يجي ستيج 4 و5. يبقى احنا دلوقتي كده تقريبا اتكلمنا على اول ابنورماليتيز اللي هي اللاب ابنورماليتيز، عرفنا ليه ازاي بيحصل هايبوكالسيميا وهايبر فوسفاتيميا وان البي تي اتش بيعلى والاكتيف فيتامين دي بيقل. فلو لقيت اي حاجه من دولت يبقى انا خدت الديفينيشن بتاع السي كي دي. طيب دلوقتي هنبتدي نتكلم على البون عشان نفهم ايه الميتابوليزم وايه اللي بيحصل في البون عشان نعرف بعد كده نفسر ايه هو الرينال اوستيودستروفي. البون هي لما يكون عندي بون احنا بنفتكر انها شايفينها كده انها حاجه ستاتيك، لكن هي بالعكس البون دي بتكون حاجه دايناميك وفيري دايناميك، دايما بتعرض لميتابوليك وميكانيكال ستريس، فبتدي يحصل ريمودلينج دايما على طول للبون. البون بتتكون من ايه؟ بتتكون من كولاجين او بروتين، وبتتكون من مينرالز اللي هم الكالسيوم والفوسفور. مجموع الحاجات دي كلها هي اللي بتديني الدنسيتي اوف ذا بون. يبقى في عندي هنا دنسيتي، خلاص، والكالسيوم اللي موجود ده هو اللي بيدي الصلابه للعظمه نفسها، هو اللي بيدي يخلي البون هارد، يبقى في حاجه اسمها مينراليزيشن. يبقى الدنسيتي نتيجه الكولاجين اللي موجود اللي هي الماس اللي موجوده،
والمينراليزيشن بالكالسيوم والفوسفورس ده هو اللي بيعمل الصلابه للعظم. وبالتالي لو انا جيت البيشنتس دوت حصل ان في ديفكت في المينراليزيشن يعني الكالسيوم نفسه قل، هتبقى البون مش تبقى هارد، هتبقى سوفت، هيسموها لين، هتبقى لينه، يبقى هو ده لين العظام اللي احنا هنسميه اوستيوماليشيا. ولو حصل ان الكولاجين او الماس نفسها والدنسيتي قلت، هتبقى العظمه فيري فراجايل، وفي الحاله دي هتبقى هشه، ويبقى ده هو هشاشه العظام اللي احنا بنسميها اوستيوبوروسيس. خلاص، يبقى انا دلوقتي في البون نفسها ممكن يحصل ايه؟ انه الدنسيتي تقل، هتبقى العظمه هشه، هيحصل الايه؟ الاوستيوبوروسيس، او انه يقل الكالسيوم فيها فهتقل الصلابه نفسها، مش تبقى هتبقى البون نفسها هتبقى سوفت، فيبقى ده هو الاوستيوماليشيا. يبقى ده كده ايه ممكن اللي ممكن يحصل في البون. الحاجه الثالثه ان البون دي حاجه دايناميك مش استاتيك، دايما في ريزوربشن وفورميشن. الفورميشن بيكون من خلال احنا بنتكلم مع البون فورميشن من خلال حاجه سيلز اسمها اوستيو بلاست، والريزوربشن بيكون من سيلز اسمها اوستيو كلاست. الاوستيو بلاست والاوستيو كلاست دايما شغالين، واحده بتعمل ريزوربشن والتانيه تعمل فورميشن، فده اسمه تيرن اوفر، وبيبقى ليه ريت معين. خلاص، لو زاد الريت اوف تيرن اوفر يبقى بيسموه ايه؟ التيرن اوفر هنا لو زاد يبقى بيسموه هاي تيرن اوفر، ولو قل يبقى اسمه لو تيرن اوفر. خلاص، يبقى انا دلوقتي عندي بون فورمينج سيلز اللي هي الاوستيوبلاست، وبون ريزوربينج سيلز اللي هي الاوستيوكلاست، على طول شغالين ريزوربشن وفورميشن بريت معين، يبقى تيرن اوفر. لو الريت الاكتيفيتي بتاعت الاثنين زادوا قوي، الفورميشن والريزوربشن، يبقى هنسمي ده هاي تيرن اوفر، ولو بطئوا خالص يبقى في الحاله دي اسمها لو تيرن اوفر. الهاي تيرن اوفر ده اللي بيحصل فيه حالات السكندري هايبر بارا ثايرويدزم، يبقى ده الهاي تيرن اوفر. لكن اللو تيرن اوفر ده بنسميه بقى ايه؟ ادايناميك بون ديزيز. خلاص، ما بقتش دايناميك، بقت ادايناميك، خلاص، لان الاكتيفيتي بتاعتهم قلت. طيب احنا دلوقتي ده فهمنا كده، طب ايه اللي بيحصل في السي كي دي ام بي دي؟ قال لك ممكن يحصل اي حاجه من دي. ممكن يحصل الدنسيتي تقل فيبتدي العين يخش في اوستيوبروسيس، ممكن يقل المينراليزيشن فيبقى فيه اوستيوماليشيا، ممكن يبقى التيرن اوفر يعلى يبقى فيه سكندري هايبر باراثايرويدزم، او ان احنا نبتدي نعمل اوفر تريتمنت فالعين يخش في لو تيرن اوفر اللي هو دايناميك بون ديزيز. ممكن يحصل كومبانيشن ما بين الحاجات دي، يعني يبقى العين مثلا عنده هاي تيرن اوفر وعندي اوستيوبروسيس، فيسموها ميكسد رينال اوستيودستروفي. خلاص، فده الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل في الديفينيشن بتاع السي كي دي ام بي دي، اللي هو احنا قلنا في البون يا اما يزيد التيرن اوفر، يا اما هيقل الفوليوم اوستيوبروسيس، يا اما هيقل المينراليزيشن اوستيوميليشيا، او يقل اللينث. احنا قلنا في الاطفال الصغيرين المفروض ان هو بيبتدي يحصل جروينج اب، بيبقى في نمو في العظمه ويبتدي العظمه نفسها تطول. لما بيجي له سي كي دي ايرلي ما بيحصلش الكلام ده، فالبيشنت يبقى ايه؟ شورت وما يحصلش، فيبقى دي في مشكله في اللينج نفسها بتاعت البون، فدي تخش برضو في الديفينيشنز اوف ذا سي كي دي ام بي دي. الحاجه الثالثه بتقابلنا هنا في الديفينيشن، واحنا قلنا الكالسيفيكيشن، قلنا الكالسيفيكيشن ده ممكن يكون في البلاد فيسلز فاسكولار، او يكون في السوفت تيشوز. الكلاسيفيكيشن ده بيحصل، الكلاسيفيكيشن بيحصل نتيجه الكالسيوم نفسه، نتيجه الفوسفورس الموجود، بيعمل حاجه اسمها كالسيوم فوسفورس برودكت، وبتدي يحصل ديبوزيشن في الوول، ويبتدي يؤدي الى فاسكولار كلاسيفيكيشن. احنا عندنا الكالسيوم نفسه ممكن يبقى ديبوزيتد فين؟ في الارتريز نفسها. احنا عندنا الارتري نفسه لما بيبتدي، لو قلنا ده اليومن، خلاص ده اليومن جوه هنا اوف ذا ارتري، الطبقه دي هي اللي بنقول عليها هي الانتما. خلاص، دي الانتما، وفي بعد كده الطبقه اللي بعد كده بتبقى ماسل، دي اللي احنا بنسميها الميديا، وبعدين بيبقى في طبقه ثالثه هنا اللي هي الادفنتيش. في الانتما هنا بيبتدي يحصل ايه؟ ان الكالسيوم نفسه بيبتدي يحصل له ديبوزيشن جوه البليس اللي موجوده في الارتري، فلما بيكون هنا عندي مثلا بليك بيبتدي الكالسيوم كونتنت فيها يزيد، ف
فالبليكس نفسها تبتدي تكبر شويه، فممكن تؤدي الى استنوزس في الارتري، وده ممكن يعرضه انه يجيله لو كان مثلا في الكرونرز يجيله ام اي، او في السيريبرال فيسز ارتريز يبتدي يجيله ستروك. فده اول حاجه الثيكنس اللي هو بيزيد في الانتم. الحاجه الثانيه انه ممكن الكالسيوم كمان يبقى ديبوزيتد في الميديا خلاص اللي هي فيها المسلز بتاعت الارتريز نفسها، فلما يبقى ديبوزيتد في الميديا يخلي الفيسل ستيف، وبالتالي هتلاقي البلس اللي بيبقى عند البلس بريشر بيبقى وايد، لان البلد بيمشي بسرعه كبيره جدا في الارتري اثناء الكونتراكشن السيستول، فيبقى في وايد بلس بريشر، الفرق ما بين السيستوليك والدايستوليك بلد بريشر. وبالتالي في ناس بيبتدوا يقيدوا عشان يعرف الكونتنس قد ايه، احيانا بنقيس الانتما ميديا ثيكنس مثلا بدوبلر على الكاروتيد، بيبقى ليه علاقه بالكورليشن بيبقى مع الكارديو فاسكولار ديزيز والمورتاليتي بعد كده. فده بالنسبه للكلاسيفيكيشن اللي ممكن يحصل في الفيسلز. ممكن غير ان هو يحصل في الفيسلز في الارتريز نفسها، قال لك ممكن بنلاقيه كمان في السوفت تيشوز، وممكن كمان بنلاقيه كمان على الفالفز بتاعت الهارت، الفالفز اوف ذا هارت. فدول اماكن الكالسيفيكيشن. لو لقينا في كالسيفيكيشن بي ايفيدنس اوف كالسيفيكيشن، يبقى واحد برضو من الديفينيشن بتاعت السي كي دي مع البون ابنورمالتيز واللاب ابنورمالتيز. دلوقتي هنبتدي نتكلم على الانفستيجيشنز اللي احنا ممكن نعملها في حالات السي كي دي ام بي دي. اول حاجه اللي هو اللاب، اول حاجه احنا بنقيس الكالسيوم نشوف النسبه بتاعته قد ايه، متوقعين ان هو هيكون البيشنز ده هايبوكالسيميك. ده بيحصل دايما في الليت ستيج يعني ستيج 4 و5، قبل كده غالبا الكالسيوم والفوسفورس بيكونوا في النورمال رينج. الكالسيوم طبعا ما ننساش ان احنا نعمل له كوركشن عن طريق احنا بنشوف السيرم البومين قد ايه. الفوسفورس بنبتدي نقيسه برضو بطريقه سامبل. بالنسبه للفيتامين دي لما بنيجي نقيس احنا بنقيس شيء ال 125 داي هيدروكسي كالسيفيرول اللي هو الكالسيترول، لانه نسبته في الدم بتكون تايني جدا، نسبه صغيره جدا، وبيكون اكسبنسيف وما بيعكسليش الفيتامين دي اللي موجود في الجسم. فاللي احنا دايما بنقيسه هو الهيدروكسي فيتامين دي اللي هو سوري اللي هو 25 هيدروكسي فيتامين دي، ده اللي احنا بنقيسه وهو بيعكس لنا كمية الفيتامين دي اللي في الجسم. وبالتالي انا هنا ما بقيسش ال 125 داي هيدروكسي فيتامين دي. بالنسبة للبي تي اتش احنا الاميونو اسي اللي بنقيس بيها في جنريشنز اتنين. اول جنريشن هو بيقيس لي البي تي اتش كله او الفراجمنتس بتاعته. يعني ايه؟ البي تي اتش بيتكون من سلسلة من الامينو اسيد بيبقوا حوالي من 1 إلى 84، بيبقوا متسلسلين كده. لكن لما بيجي بعد كده البي تي اتش ده يتكسر، بيتكسر الى اللي هو من 1 إلى 6 دي حاجة، والتاني اللي هو من 7 إلى 84 ده جزء تاني لوحده. الجزء ده اللي هو من 7 إلى 84 بنسميه ان ترمينال. الراديو احنا الراديو امينو اساي فيه اللي بيقول لك يقول لك ده بيقيس لك الانتاكت بي تي اتش. يعني ايه؟ يعني بيقيس الاثنين، يا يعني اما يقيس البي تي اتش على بعضه اللي هو 1 لـ84، او يقيسه ده ويقيس كمان اللي هو الان ترم اللي هو 7 لـ84. فده بنسميه الانتاكت بي تي اتش. اللي يبقى الانتاكت بي تي اتش هيقيس ال 1 لـ84، او بيقيس كمان الايه الان ترم. فدي هنا ايه مشكله. طيب في نوع تاني اللي هو طلع وقال لك احنا بنسميه هول بي تي اتش، يبقى ده راديو اميونو اساي تاني، او سوري اميونو اساي تاني اس تي بس ال 184 خلاص. وبالتالي هنا القراءات هتفرق، انا عندي بستخدم ايه، بستخدم الانتكت ولا الهول بي تي اتش في الميجرمنت بتاعي، عشان الريفرنس هنا هتختلف. ال 1 لـ84 دوت احيانا او ده اللايف سبان بتاعته او الهاف لايف بتاعه فيري شورت، بيبقى اقل من 5 دقائق، وبالتالي نسبته عشان نقيسه بيبقى نسبه قليله جدا. لكن الثاني هنا اللي هو 7 لـ84 اللي هو ان تيرمينال، ده بيبتدي مع الرينال امبيرمنت يبتدي يحصل اكوموليشن، فتبقى نسبته هي ايه بتكون هنا عاليه، فممكن يديني قراءات عاليه قوي رغم ان الانتاكت بي اتش بس اللي هو الهول بي تي اتش ده قليل. وبالتالي انا لازم في اعرف المختبر بيقيس لي الانتاكت ولا الهول بي تي اتش، واعرف النورمال رينج بتاعه قد ايه. لو كمان ان هو الان تيرمينال اكوموليشن دوت هو اللي بيعمل سكيليتال ريزيستنس، يعني العظم ما بقاش زي الاول يستجيب للبي تي اتش، فبيحتاج
بي تي اتش اعلى عشان يبتدي يدي الايفكت زي زمان. وعشان كده النورمال بي تي اتش في البيشنتس بتوعنا ممكن ما يبقاش مناسب ويدخله في ادايناميك بون ديزيز، بيحتاج ليفلز اعلى من البي تي اتش عشان يدي الايفكت بتاعه، وده هنتكلم عنه ليتر. يبقى ده بالنسبه للبي تي اتش لازم اتاكد هو بيقيس الانتاكت ولا بيقيس الهول بي تي اتش. بالنسبه للالكاين فوسفاتيز احنا احيانا بنلجأ له لان الالكاين فوسفاتيز ده بيخرج من الاوستيوبلاست، يبقى اللي هي البون فورمينج سيلز، وبالتالي انا اتوقع ان هو يكون عالي في حالات السكندري هايبر باراثيرويديزم عشان بيبقى فيه هاي تيرن اوفر، يعني معنى كده ان انا عندي اوستيوبلاست كتير. لكن في الناس اللي عندهم ادايناميك بون ديزيز هيبقى الاوستيوبلاست قليل، وبالتالي الالكاين فوسفاتيز هيبقى مش عالي. الالكاين فوسفاتيز زي ما احنا عارفين هو ممكن بيخرج من البون، لكن ممكن يخرج من الليفر، ممكن يخرج من البلاسينتا، وبالتالي احيانا بيبقى عشان اعرف ان هو خارج من البون ولا لا بيبقى في حاجه اسمها بون الكالين فوسفاتيز، ده بيبقى سبيسيفيك ايزو انزيمز للالكالين فوسفاتيز. فده اللي بيحصل فيه، اللي بيبقى اول حاجه هيبقى فيه هايبوكالسيميا، واخد بالي من الالبومين عشان اعمل كوركشن، واقيس الفوسفورس. الفيتامين دي بنقيس ال 25 هيدروكسي فيتامين دي، مش بنقيس ال 125 داي هيدروكسي فيتامين دي. والبي تي اتش اتاكد ان اقيس الانتاكت اللي هو الانزيم كله على بعضه ولا ومعاه ان تيرمينال، ولا الهول بيقيس لي بس الايه البي تي اتش لوحدها. وعندنا كمان الالكالين فوسفاتيز، ولو نقدر نعمل ايزو انزيمز البون سبيسيفيك الالكالين فوسفاتيز يكون ايه افضل. ده بالنسبه للاب. طيب بالنسبه للايمجنج اللي احنا هنحتاجها هنا ايه؟ اول حاجه بنعمل اكس راي، بنعمل على البون نفسه بتاع الهاندز، غالبا بيبتدي يحصل سبري اوستيال ايروجن للترمينال والميدل فلنجيز بتاعت الفينجرز، وممكن يجي كمان في التوز. فده اللي ممكن يحصل في الاكس رايز العاديه. بنلاقي كمان احيانا ممكن نلاقي في اللي هو بيبقى فيه اسيست بيسموها البراون تيومر، بنلاقيها في الاكس راي، ده في السكندري هايبر باراثيرويديزم. لكن لو عملنا بالنسبه للناس اللي عندهم ادايناميك بون ديزيز بيكون رير، اما بلاقي رير ان الاقي فايندنجز، بيبقى غالبا الاكس راي بتكون شكلها نورمال. ولو الناس عندهم اوستيوماليشيا ممكن نلاقي حاجه اسمها اللي هي سودو فراكتشر او بيسموها لوزر زونز، دي بيبقى ماشيه مع الاوستيوماليشيا. الحاجات بتاع السكندري هايبر باراثيرويديزم دلوقتي رير ان احنا نشوفها، دول اللي كنا بنشوفها زمان في الناس اللي هم نيجليكتد وما بياخدوش تريتمنت، لكن احيانا ما بنلجاش دلوقتي للاكس راي دي خالص عشان نعملها. طيب الحاجه الثانيه الديكسا سكان، الديكسا سكان اللي هو دول انرجي اكس راي ابزوربشن متري. يعني ايه الديكسا سكان؟ احنا دي عايزين نشوف الدنسيتي اوف ذا بون. خلاص كلمة احنا ديكسا سكان بتختلف ايه؟ الاكس راي هنا على الاكس راي هنا. الاكس راي هنا العادية انها بيبقى 1 بيم اوف اكس راي بيتسلط على العظمة وبتدي يحصل له ابزوربشن ويديني الايمج اللي احنا بنشوفها. لكن في الديكسا اللي هو الدول انرجي اكس راي، ان انا بدي 2 بيمز من الاكس راي كل ليهم 2 ديفرنت انرجي، فيبتدي عشان كده بيسموها دول انرجي اكس راي. البون نفسه بيحصل بيعمل له ابزوربشن بطريقه مختلفه، فبيديني ايه صوره عن الدنسيتي الموجوده، عشان كده الابزوربشن متر. يبقى ده يبقى 2 اكس رايز ب 2 ديفرنت انرجي بيحصل لهم ابزوربشن بون بطريقه معينه، فيبتدي يحسب لك ايه الدنسيتي اوف ذا بون. خلاص فدي بنسميها ايه بون دنسيتي. ده بالنسبه للديكسا سكان. طيب في حاجات تانية احيانا يقول لك بنعمل كواليتي كوانتيتيف سي تي مثلا، لكن يمكن دي ملهاش ستاديز وايفيدنس معينه، فدايما بيعتمدوا على الديكسا سكان عشان يشوف نشخص بيه الاوستيوبوروسيس. الحاجه الثالثه لما بنيجي نشوف ده كده، لما نيجي نشوف الكالسيفيكيشن في الفيسلز، احيانا بنعمل بلين اكس راي مثلا الابدومين خصوصا الاوبليك فيو، ده عشان نشوف احيانا الكالسيفيكيشن اللي موجود في الاورطه، فاديني فكره. او بنعمل الكترون بيم سي تي او مالتي سلايس سي تي. مالتي سلايس سي تي يعني احنا دايما الاشعه السي تي الاشعه المقطعيه بتاخد مقاطع، هنا مالتي سلايس يعني المقاطع بينها وبعضها هضيق المسافه، هتبقى مالتي سلايسز رفيعه، فبالتالي ممكن تديني فكره عن الكالسيفيكيشنز ده قد ايه، وان كان مش هيقدر يفرق لي ما بين الانتما والميديا، لكن ممكن نفرق ايه بينهم عن طريق ان احنا نعمل دوبلر التراساوند على مثلا اللي بيعملوا على الكاروتيد، فيقدر يحسب لك الانتما ميديال ثيكنس قد ايه.
واحيانا بنعمل ايكو ممكن نلاقي فيه كالسيفيكيشن في الفالفز اوف ذا هارت نفسها، فاعرف قد ايه مشكله الفاسكولاريزيشن او الكالسيوم الكالسيفيكيشن موجود عندي قد ايه. فدي دايما غالبا ايه الايمجنج اللي احنا بنلاقيه في حالات السي كي دي ام بي دي. طيب دلوقتي هنبتدي نتكلم على البون بايوبسي. هل احنا بنحتاج نعمل بون بايوبسي؟ لا، روتيني ما بنعملش بون بايوبسي لانها بتبقى انفيزيف painful قوي، وفي نفس الوقت كمان الانتربريتيشن بتاعها صعب، بيحتاج ناس معينه، يعني مش الناس العاديه ممكن تعمل انتربريتيشن بون بايوبسي زي الكيدني. فبالتالي احنا دي بنخليها لحالات معينه، ان انا تبقى الحاله عندي مش متاكد من الباثولوجي اللي عندي باللاب او بالايمجينج، عندي حاجه كده ان اكسبلينت، مثلا بيشنت عمال ياخد انتي ريزوربتيف تريتمنت مثلا وما بيستجبش، عنده سيكندري هايبر باراثيرويديزم وما بيستجبش للتريتمنت، انا شاكي ممكن يكون في باثولوجي تاني، او انا مش عارف ان في حاجه ميكس. فبالتالي انا هعمل البايوبسي لما تكون هتاثر على المانجمنت بلان بتاعي، لكن اذا كانت الدنيا واضحه شويه خلاص اكمل لاب وبالايمجنج انا مفيش داعي ان انا اعمل بايوبسي لانها انفيزيف والانتربريتيشن بتاعها بيبقى صعب شويه. البون بايوبسي هتديني فكره على ايه؟ حاجه اسمها تي ام في. التي هنا اللي هو التيرن اوفر، والام اللي هي المينراليزيشن، والفي اللي هو الفوليوم. فالترن اوفر يعني ايه؟ يعني هيبقى زي ما قلنا قبل كده عندي اوسيوبلاست واوسيوكلاست اكتيفيتي شغاله بطريقه عاليه، يبقى ده اللي هو في السكندري هايبر باراثيرويديزم اللي هو هاي ترن اوفر. يبقى انا دلوقتي كده لو قلت السكندري هايبر باراثيرويديزم وقلنا عندنا هنا ادايناميك بون ديزيز، وقلنا عندنا هنا اوستيو ماليشيا. في الترن اوفر انا متوقع ايه في الترن اوفر؟ في السكندري هايبرثيزم هيبقى عالي، هلاقي فيه الاوستيوبلاست والاوستيو اكتيفيتي عاليه قوي، لكن في الادايناميك بون ديزيز هتبقى بالعكس قليله. في الاوستيو ماليشيا هتكون دايما يا اما نورمال يا اما تكون قليله شويه. طيب في المينراليزيشن، المينراليزيشن هنا هيكون نورمال وهنا هيكون نورمال، لكن في الاوستيو ماليشيا المينراليزيشن هيكون قليل. طب وفي الفوليوم ممكن اي حاجه في الفوليوم بقى تيجي من هنا، يبقى ليه الفوليوم ممكن يكون نورمال او ديكريزد، وهنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء، خلاص اللي هو الدنسيتي نفسها. وبالتالي ده في البايوبسي ممكن يورينا الفروقات دي. طبعا انا في اللاب الحاجات دي ممكن احيانا تبقى سهله شويه، الاقي الالكالين فوسفيز مثلا هيبقى عالي، هنا هلاقي ان الكالسيوم بيكون عالي، يعني هنا يعني مثلا لو اتكملت دي مش في البايوبسي، لكن لو قلنا مثلا الكالسيوم في السكندري هايبر باراثيرويديزم هيبقى ايه؟ هيبقى فاريبل، يعني ايه؟ ممكن يكون نورمال، ممكن يكون لو لسه ما تظبطش، ممكن يعلى قوي مني، لكن في الادايناميك بوزي بيكون الكالسيوم هنا عالي قوي. ليه؟ لان هنا البون مش قادره تعمل بافرنج للكالسيوم، مش عارفه تاخد الكالسيوم عشان تعمله ديبوزيشن، لان انا عندي لو تيرن اوفر، وبالتالي هيبقى ايه؟ الكالسيوم هنا عالي. لو جينا نشوف الفوسفراس هيبقى عالي فيهم كلهم، لو جينا نشوف الالكالين فوسفاتيز هتوقع ايه؟ الالكالين فوسفاتيز احنا قلنا بيطلع من الاوستيوبلاست، الاوستيوبلاست عاليه فين؟ في السكندري هايبر باراثيرويديزم، يبقى هنا هيكون عالي، لكن هنا هيكون ايه؟ نورمال، خلاص؟ بس عشان ايه نفرق بينهم. طب بالنسبه للبي تي اتش احنا عندنا هايبر باراثيرويديزم، يبقى هنا البي تي اتش هيكون عالي، لكن هنا هيكون ايه؟ هيكون لو غالبا او نورمال على الاقل، خلاص. يبقى ده كده اللي هو باللاب نفسها، غالبا هنا بيبقى الكالسيوم عالي وهنا هيكون الكالسيوم والبي تي اتش عاليين، لكن هنا هيكونوا ايه؟ نورمال او قليلين. ده كده بين ايه كلينيكالي، وده بالنسبه ل البون بايوبسي. فالتي ام في كلاسيفيكيشن او احيانا بنقول عليها احنا بنعمل حاجه اسمها هيستو مورفو متري. يبقى الهيستو مورفو متري او تي ام في اللي هو بيه الرينال بالبون بايوبسي عشان نقدر ده، ولكن ده هيبقى في حدود ضيقه اللي احنا نلجا للبايوبسي عشان هي انفيزيف والانتربريتيشن بتاعها بيكون صعب. طيب كلينيكالي بيحصل ايه في الناس بتوع السي كي دي ام بي دي؟ بالنسبه للسكندري هايبر باراثيرويديزم غالبا البيشنت بيكون اسيمتوماتيك، يبقى بيكون اسيمتوماتيك، لكن في حالات الادفانسد ممكن يبتدي يشتكي بقى من ايه؟ بون اكس،
ويشتكي من ارثرالجيا، وممكن يشتكي كمان من المايوباثي، بتكون غالبا بروكسيمال مايوباثي. بروكسيمال مايوباثي يعني هو ما بيقدرش يستخدم البروكسيمال ماسلز، فما يقدرش يرفع حاجه لفوق، يسرح شعره، يطلع سلم، دي كلها حاجات مع البروكسيمال مايوباثي. خلاص. لكن اللي هنا في السكندري هايبرتيرويديزم الفراكتشر ريسك بيكون عالي. الاديناميك بون ديزيز بيكون البيشنت اسيمتوماتيك خلاص، والفراكتشر ريسك بيكون نورمال ما بيزيدش. لكن احيانا يحصل معاه الومنيوم انتوكسيكيشن. الالومنيوم انتوكسيكيشن ده او ديبوزيشن كان بنشوفه زمان، لكن دلوقتي بيبقى صعب شويه ان احنا نشوفه، لانه كان زمان كان فوسفيت بايندر كانوا بيستخدموا الالومنيوم كونتيننج فوسفيت بايندرز، وبالتالي بيحصل له اكوموليشن في البون. او احيانا كمان في الناس اللي هم داليسز كانوا البايبس اللي بتوصل الووتر للماشينز كانت بتبقى من الالومنيوم، وبالتالي كان بيطلع منها الالومنيوم يخش للبيشنتس، فكان يبقى معها الالومنيوم توكسيستي ويحصل له اكوموليشن في البون. فلو حصل الالومنيوم اكوموليشن في الحاله دي ممكن تبقى بينفول والفراكتشر ريسك يزيد. لكن في العادي لو ما فيش الالومنيوم ديبوزيشن بيبقى البيشنت اسيمتوماتيك وبيكون الفراكتشر ريسك زيه زي الجنرال بيبوليشن. الالومنيوم توكسيستي هنا طبعا رير ان احنا نشوفها دلوقتي، لكن لو حصل بتديني اللي هو الاي بي سي. الاي اللي هو انيميا، بتكون غالبا مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، والبي اللي هو البون ديزيز زي ما قلنا كده، وبيبقى معاه دايما اوستيوماليشيا. والحاجه الثالثه السي، بتبقى سي ان اس مانيفيستيشنز، بيبقى البيشنت عنده سي ان اس اي مانيفيستيشنز. ده في الادايناميك بون ديزيز، يبقى هو بيبقى ادايناميك بيبقى اسيمتوماتيك، والفراكشر ريسك هنا بيكون نورمال ما بيزيدش، بس الا اذا كان في الومنيوم، ونحطها دايما في الاعتبار. الاوستيوبوروسيس ده برضو بيكون اسيمتوماتيك، يعني اللي عنده هشاشة عظام ده بيبقى اسيمتوماتيك الا لو حصل فراكتشر. حصل فراكتشر في السباين او كده ممكن يبتدي في الحالة دي بيبتدي يدي بين، لكن اذروايز هو بيكون اسيمتوماتيك. ده بالنسبة للكلينيكال مانيفيستيشنز. طيب عشان نلخص بقى كل اللي احنا قلناه في المحاضرة، يبقى سي كي دي ام بي دي هو مينرال اند بون ديس اوردر سكندري للسي كي دي. بيكون عندي حاجه من ثلاثه، يا اما لاب ابنورماليتيز يا بون ابنورماليتيز يا كالسيفيكيشن. اللاب بيكون دايما في حاجه، يا اما غالبا هايبوكالسيميا هايبرفوسفاتيميا، يا اما بيقل الاكتيف فيتامين دي الكالسيترول، يا اما بيبقى في زياده في البي تي اتش. في البون بيبقى عندي مشكله في التيرن اوفر، يا هاي تيرن اوفر سكندري هايبر باراثيرويديزم، يا لو تيرن اوفر اللي هو دايناميك بون ديزيز، يا عندي مشكله في الفوليوم الدنسيتي اللي هو اوستيوبروسيس، يا اما في المينراليزيشن يخش اوستيوماليشيا، يا اما بيقل اللينجث في الاطفال ويبقوا شورت. لو لقينا اكتر من حاجه دي بيسميها ميكسد اوستيوديستروفي، والترم ده اللي هو الاوستيوديستروفي اللي احنا كنا بنستخدمه زمان، لكن نقدر نقول دلوقتي ان الاوستيوديستروفي او رينال اوستيوديستروفي هو وان اوف ذا ثري كومبوننتس اوف ذا سي كي دي ام بي دي. او بيحصل كالسيفيكيشن، بلاقيها في الفيسلز او الاقيها في الفالفز اوف ذا هارت او بلاقيها في السوفت تيشوز. ده بالنسبه اللي احنا بنلاقيه هنا. اللاب هنبتدي نشوف الكالسيوم ونعمل له كوركشن، ونشوف الفوسفورس، وهنشوف البي تي اتش، ولازم نتاكد هل احنا بنقيس الانتاكت بي تي اتش ال1 ل 84 امينو اسيدز كلهم على بعضهم، او الان تيرمينال اللي هو من 7 ل 84 بيتقاسوا كلهم بالانتاكت بي تي اتش، ولا بقيس الهول بي تي اتش اللي هو 1 84 بس، لان القرايات الريفرنس هنا دايما اتاكد، عشان لما اجي اقارن قرايات العيان وانا بديله تريتمنت لازم اتاكد انه نفس الايه الاميونو اسي اللي احنا بنقيس بيه. لما بنيجي نقيس الفيتامين دي ما بنقيسش ال 125 ده هيدروكسي فيتامين دي، لانه بيبقى كميه قليله جدا وبيبقى اكسبنسيف، دايما بنقيس اللي هو ال 25 هيدروكسي فيتامين دي. وممكن نقيس كمان اللي هو البون سبيسيفيك الكلاين فوسفاتيز، وده طبعا هيزيد في حالات السكندري هايبر باراثيرويديزم، لكن هيكون نورمال في الادايناميك بون ديزيز. بالنسبه للايمجنج بنعمل الاكس راي ونشوف السابري اوستيال ريزوربشن، لكن ده قلنا الحاجات دي ما بنشوفهاش ما بنعملهاش دلوقتي. الديكس سكان عشان اشوف الدنسيتي اوف ذا بون، والدوبلر مثلا على الكاروتا اشوف الانترميديا ثيكنس اذا كنت عايز احسب الكالسيفيكيشن قد ايه، وان كنا الكديجو بتنصح ان احنا ممكن نعمل ابدومينال اكس راي عاديه، والايكو لو عايز اشوف الكالسيفيكيشن على الفالوز.
البون بايوبسي قلنا ده هو الجولد ستاندرد عشان اعرف بالظبط ايه اللي جوه البون، لكن لانه هو انفيزيف والانتربريتيشن صعب بنشيله في حالات معينه لما يكون الدنيا مش متاكد من الباثولوجي اللي موجود، والبايوبسي دي هتقرر عليها المانجمنت بتاعي. لكن اذا كانت الدنيا واضحه بالنسبه لي ما فيش داعي ان احنا نعمل البون بايوبسي. وبنعمل حاجه اسمها تي ام في كلاسيفيكيشن او هيستومورفومتري، التي ام في اللي هو التيرن اوفر والمينراليزيشن والفوليوم. ده كده بالنسبه للمحاضره النهارده، وان شاء الله في المحاضره الجايه هنبتدي نتكلم على المانجمنت اوف ذا سي كي دي. وشكرا ليك.